قصة العجوز وبنتها. هذه وحدة عجوز توفى زوجها وعندها بنت جمال وستر ودين ما شاء الله عليها، والكل حقين الديرة كلهم يبون يخطبون هالبنت ذي، وكل ما جاء أحد طفشتها العجوز. طبعا طفشته تطلب مهر للبنت 100,000. البنت تستاهل والله 100,000، لكن ذاك الوقت يعني من اللي يملك 100,000؟ القصة قديمة طبعا. وكل ما حد خطبها طلبت مهر البنت 100,000، وفيه واحد يحبها، يحب البنت، شافها أبوه، أبوه شايب، قال له يا وليدي وش فيك؟ قال أنا بي فلانة بنت فلانة. قال أبشر يا وليدي أنا خطبها لك. قال إيه يا يبا بس مهرها 100,000. قال لي عندك كم؟ قال يا يبا ما عندي إلا 40. قال مشينا. طبعا قال الشايب للولد مشينا، وقال عطني 40,000، واخذ 40,000 وطق طق طق الباب، دخلها وجلسوا عند العجوز. السلام عليكم. السلام، انا جاي خطاب فلانه لفلان ولدي. قالت العجوزي بس حنا مهرها ترى 100,000. قال حنا ما معنا الا 20 مهرها بس. انصدم الولد، ابوه اخذ 40 ويقول ما معنا الا 20. قالت العجوز وشلون؟ قال لها الشايب 10 لتس لاني انا بخطبت يا الشايب، و20 للبنت. وافقت العجوز، والشايب اخذ العجوز، والولد اخذ البنت. جاء الولد رجع لابوه قال له يبا طيب باقي 10 من 40 وين؟ قال عطيتها امك عشان ترضى. فجو سالوا العجوز قالوا لها كيف وانت طالبه 100,000 وجوزتي هذا؟ انتشرت السالفه. قالت الجملة تختلف عن التفريد، فسبحان الله. لكن الشايب هذا والله ودك نهنجي، لكن الشايب هذا صراحة